أنا ضميت مدرسة الرواد التدرس الأساسي والثانوي بمحافظة المهرة. فرحات كرمت بيس مدرسين دي كيلم وما تلموت هاولوي بنصف هاولي دي التدريس وحضار شيء موكيل هاولي دي محافظة أمين مختار برويض الجافري. وبرك فرحات شرف اللي يسم مكتب التربية وعلميت أمور وكيل هاولي مختار برويض. خلاص السلطة محلية بوم الدوم دور سكل هالويكد حكومة ولا خصوصي. نجريد الانثيل معلميت برحبيت ومدوح حمدورس خاصة هاس خفيفة زحمة المدورس حكومة بسبب ده نازحين ده ناكم ميكن بأرض المهرة وغاتر يمكن وكيل هاولي أمور نحامكم بولي مدورس الانثيل معلميت وتعلم محبون بثيد هيها إيدين وهوني وبورك مات المودن فيوزم وشو كام هاولوي وبورك هيهم وحبيهم. من طرف هروج أنا يبدأ مدير ده مكتب ده علميت أمور قلم دورس خاصة نعمل ناس مدورس حكومة وتلحوك اللين تخوف اللين غصيت وأمور الحمقن سير ماستين وترحيك من إلا لجريد الحقيقة هدف دي الدرسو منته حضارم فرحات باطم من قيادات دالميت ورسادة أقسام من مكتب التربية وحب دماء الموتن وشخصيات بك مجتمع ومدرسين ومدرسون. أنا بالي مدرسيت الرواد أمل حفل ذا كم من الأوائل بركم مدرسيت شهر الأول وكرمنا طلاب ليكم بالكاد كم من الأوائل وكيب حفل مختار بن عويض وعيسى القميري ونحن نشكر مدير محمد باوزير الجهدة دامة إذا ملهين النهارده خميس ملهين حفل بقاعة باني حفل ثلاث هوايل وهو هالشطار وهو خريجات وخريجين أبلمته ونكم حضور وين ميكن ونكم حضور وين ميكن من شخصيات مهمة من أولياء أمور من مدرسين من مدرسات من مدير من الإدارات من مدرسة كلشات ومدرسة الرواد